مساء الخير عليكم جميعا. بدايه ابي اشكر السفاره او شيء ما ادري انا الحين اذا بلش البث عندكم ولا لا، ولكن ننتظر شويه، ثواني معدوده وبعدين نبلش ان شاء الله محاضره الليله. دائما الكل يدش، خل اشوف بس الكل دش ولا لا. يس اوكي، ممتاز. مساء الخير عليكم جميعا. بدايه حاب اشكر السفاره الايطاليه على تنظيمها للأسبوع الثقافي للسفارة الإيطالية، وأشكر طبعاً مكتبة تكوين دار النشر ومكتبة تكوين اللي جعلت هذه الفعالية ممكنة. طبعاً بسبب الكورونا وأحداث الكورونا مضطرين إن نشارككم عن طريق الإنستغرام لايف. بلش بس وصلت من القهوة. كان هذا كافي. محاضرتنا الليلة راح تكون عن أوبرا توراندوت والربط بين بوتشيني وبين نظامي في هذه الأوبرا. طبعاً الأسطورة هي بديل عن الأفكار، منظومة رمزية، منظومة تواصل بشري. ها تطورت الأسطورة من قصة أو سرد، غالباً القصة أو السرد هذا يتناول أحداث خارقة لا يمكن لبشر عادي ان يقوم بها. الاساطير لها معنى عظيم، مو لانها تمتلئ بالحقائق بمقدار ما انها تمتلئ بالمعاني، وكلما زاد المعنى اللي يصنع الدافع من الانسان في قصه كلما زادت القصه في قابليتها لان تصنع اسطوره. ونظامي من أعماله أغلبها أعمال ملحمية، وقد ترقى إلى أن تكون بعض أعماله أساطير وأعمال أسطورية كذلك. في محاضرة اليوم نناقش قصة توراندوت أو أسطورتها اللي تم عرضها كأوبرا، تعتبر من آخر الأوبرات العظيمة في العصر الحديث على يد الموسيقار الإيطالي بوتشيني. وسنرى فيها الكثير من التناسق والتناسخ في التراث البشري، ويتجلى ذلك في المصدر الرئيسي للقصة، الشاعر الآذري الفارسي نظامي قنجوي، والتي ترجمت أشعاره إلى كل لغة في العالم، وأثر تأثير مباشر على التراث التركي والهندي والفارسي وحتى في التراث العالمي ككل. ولد نظامي قنجوي كما يظهر من اسمه في قنجة في أذربيجان حاليا عام 1140، أي منتصف القرن الثاني عشر، وعاش حتى نهاية القرن الثاني عشر. فجاء بين فردوسي المتوفى عام 1020 وجلال الدين رومي المولود عام بدايات القرن الثالث عشر 1205-1207 تقريبا، وحافظ أيضا الشاعر الفارسي حافظ. كانت المنطقة آنذاك تحت حكم السلاجقة، ولا يوجد الكثير مما هو مدون عن حياة نظامي في كتب السيرة في البلاطات الملكية. ليش؟ لأنه ما كان من شعراء البلاط، بل كان كاره للبلاط وكاره للقرب من السلاطين والملوك. والمفارقة أن ابن الوحيد محمد أصبح عامل في البلاط الملكي رغم تحذيره لابنه من ذلك. سياسيا كانت منطقته مضطربة وتحت سيطرة السلاجقة، اللي كل واحد فيهم كان مثل أتابك أو شيخ في منطقة معينة. افتتن نظامي بشاهنامة فردوسي، فكانت مرجعا له في أعماله، خصوصا الهبت بيكار اللي فيها أحد أصول قصة توراندوت. أهم أعمال نظامي أو اللي اشتهر فيها هو الخمسة. الخمسة هي أعمال شعرية خمسة،
أعمال ملحمية شعرية خمسة بدأت بأشعار مخزن الأسرار. مخزن الأسرار هذا الشعر الملحمي متأثر بالثقافة الإسلامية. الملحمة الثانية كانت مجنون ليلى المتأثرة بالطبع بالثقافة العربية. وبالمناسبة هو أكثر من أشهر قصة مجنون ليلى في التراث العالمي، وقد يكون أن شكسبير قرأها، قرأ مجنون ليلى لنظامي واستلهم منها بعضا من روميو وجولييت. الشيء المفارقة أيضا أن في مجنون ليلى لنظامي يلتقي المحب بليلى في مدرسة وهم أطفال، وهذه المفارقة يعني أن كونك كاتب الشعر في القرن الحادي عشر، وجود الصبيان مع النساء في نفس المدرسة ما أعتقد كان شيء يعني دارج، فهذا ملفت للنظر أنه جعل اللقاء في مدرسة منذ صغرهما. العمل الثالث الشعر الملحمي النظامي قصة خسرو وشيرين من الثقافة الفارسية. العمل الرابع الهفت بيكار من الثقافة الساسانية، وآخر أعماله الإسكندر نامة من الثقافة الإغريقية الفارسية. أعماله شعرية تتصف بأسلوب المثنوي، يفيض شعره حكمة وجمال، ويمتلئ بالشخصيات والتصاوير حتى أصبحت أشعاره مصدر مهم لإلهام النقاشين والمصورين في البلاط الفارسي والمغولي. ومن أجمل النماذج للفنون الإسلامية التصويرية هو تصوير أعماله وكتاب الخمسة اللي أمر فيه الإمبراطور المغولي الشهير أكبر، وقام به 20 من أكابر رسامي الهند بقيادة خواجة عبد الصمد. أغلب الرسامين في عمل الخمسة لأكبر كانوا من الهندوس، ما عدا البعض منهم قائد الرسامين اللي هو الخواجة عبد الصمد. أجزاء من هذا العمل معروضة في متحف والترز في بالتيمور في الولايات المتحدة. في رواية أورهن باموك اسمي أحمر تدور الأحداث في العصور الوسطى في اسطنبول مع إشارات متكررة للنقش ولنقاشي أعمال نظامي، وخصوصا عمل خسرو وشيرين. كذا مرة راح تنتقل الأحداث بين الرواية ثم ينتقلون إلى النقش وإلى خسرو وشيرين، وأبطال رواية أورهن باموك كانوا رواية اسمي أحمر كانوا نقاشي. وذكرنا أن أثر نظامي تأثير مهم جدا في الثقافة الفارسية، في الثقافة الكردية، في الثقافة الهندية والمغولية والتركية كذلك. وما كان يعتبر شاعر فقط، بل كان حكيم وفيلسوف وذو نظرة صوفية. هناك تنازع شديد على انتماء بين إيران وأذربيجان، وهذا مصدر من مصادر النزاع والحساسية بين الدولتين. ساهم في ذلك الاتحاد السوفيتي اللي أعاد صياغة تاريخ الدول المنتمية له ومنها أذربيجان. في أثناء تحضيري لهذه المحاضرة أحد أجمل المحاضرات اللي سمعتها عن نظامي، وكانت غريبة المحاضرة بعض الشيء، هو بودكاست لبروفيسور أظن من سويس أحد الجامعات في لندن، يتكلم فقط عن دور الاتحاد السوفيتي في تغيير الثقافة من ناحية نظامي فقط في أذربيجان. ساعة كاملة بس عن هذا الموضوع، مما يبين لك إنه موضوع مهم وحساس، ويبين لك شلون الأمم تفتخر أشد الافتخار بشعرائها وأدبائها وفلاسفتها. تزوج نظامي 3 مرات، وبعد انتهاء كل عمل شعري عظيم تموت إحدى زوجاته. أولى زوجاته كانت الأقرب له وهي والدة ابنه الوحيد محمد. بالنسبة لعمل الهفت بيكار اللي فيه قصة تراندوت فهو يتكون من آلاف الأبيات الشعرية. هفت بالفارسية يعني رقم 7، وبيكار لها ترجمات عديدة، ممكن تترجم إلى الأميرات 7، الجميلات 7، الجنات 7، الحكايات 7، الأجساد 7. الهفت بيكار مثل ما قلنا
هو العمل الرابع من أعمال نظامي، وتسمى كذلك بالبهرام نامة أو كتاب بهرام، وتحكي قصة الملك بهرام الفارسي وزوجاته السبع. بهرام بنى قصر ذو قباب سبع، كل قبة لزوجة وكل قبة بلون مختلف، ولكل زوجة يوم مخصص لها من أيام الأسبوع وكوكب يختص بذلك اليوم. توراندوت هي مستوحاة أو قصة روتها زوجة يوم الثلاثاء صاحبة القبة الحمراء وكوكب المريخ. كل زوجة من السبعة من دولة مختلفة، وهم من بلاد فارس، الصين، الروم، الهند، بلاد الصقالبة، بلاد خوارزم، وأرسل رسله في تلك البلدان ليجلبوا له الزوجات. وهناك تفصيل لاحق في هذه المسألة. زوجة يوم الثلاثاء بالتحديد اللي روت رواية توراندوت كانت من بلاد الصقالبة. الصقالبة اللي هي الحين يعني تقدر تقول أوروبا الشرقية، جزء من روسيا، كرواتيا، هنغاريا، في هذه المنطقة أوروبا الشرقية. قبتها كانت القبة المركزية في عمل نظامي في قصر بهرام، في منتصف القباب، القبة الحمراء لأميرة الصقالبة. هفبيكار ليست عبارة عن عمل رومانسي فقط، بل سيرة بطل استقاها نظامي من الشاهنامة اللي تأثر فيها تأثير كبير. في إحدى الأبيات يذكر: كانت هناك ياقوتة عملاقة، بقي منها بعض الغبار، والكل يصنع منها ما يشاء من حلي، وأنا صائغ يصنع من ذلك الغبار الكنوز، ويعني بالياقوتة الشاهنامة. وبالفعل تجد أن كل حياة بهرام المذكورة في الهفبيكار توافق الشاهنامة إلى أن يتم الانفصال عند بناء القبب والزواج من الجميلات السبع. السبعة طبعا رمز قد يكون رقم مهم، الألوان سبعة، الكواكب سبعة، الأيام سبعة، أجزاء الجسم الأساسية سبعة، وكأنه يعني بالسبعة كل أطياف اللون وكل العالم والكواكب والأجساد. فمن الواجب قراءة نص نظامي مع التمعن بكل رموزها. القصة تبدي أن كل ليلة يروح إلى واحدة من زوجاته، تبدأ القصة في القبة السوداء للجميلة الهندية، أميرة الهند في القبة السوداء اللي هو أول يوم، تنتهي في القبة البيضاء في نهاية الأسبوع اللي تعيش فيها الجميلة الفارسية. فمن السواد اللي هو لون العظمة والجلال إلى البياض لون النقاء والجمال. بعد ما ينتهي من قصص السبع جميلات يواجه تمرد، ويضطر إلى أن يقوم بحرب ذلك التمرد. فهذه عبارة عن الهفبيكار. زين، من هو بهرام؟ بهرام كان ابن يزدجرد ملك الفرس الطاغية. يزدجرد أرسل بهرام وهو طفل ليكون تحت رعاية وتربية منه الملك النعمان ابن امرأ القيس في الحيرة. وفعلا أصبح بهرام مثل الأخ لابن النعمان اللي هو المنذر. كان المنذر ابن النعمان ابن امرأ القيس في عمر بهرام ربو مع بعض. أراد النعمان بناء قصر عظيم، حتى يوم جاء بالمعماري عشان يبني القصر قال له: أبي قصر يسرق الأنوار من النجوم ليفاخر به ويسكنه بهرام. يعني بيفتخر بهذا القصر، وأيضا يبي يبين حق ملك الفرس أنه هو عنده قصر عظيم وسكن ولده فيه ككرم منه. عهد للبناء للمعماري الرومي سنمار من روما اللي بنى قصر كان عجوبة عصره، فرماه الملك بعد ما انتهى بدل يكافئه ويجازيه الجزاء الجميل، رماه من أعلى القصر. ومن هنية أو يا المثل لاقى جزاء سنمار اللي نقوله حق الأشخاص اللي ما يحصلون الجزاء اللي فعلا يستحقونه، يحصلون جزاء سيء. وكان اسمه قصر الخورنج أو الخورنج، ما أدري اللفظ شلون بالضبط، بس كتابة ينكتب قصر الخاء واو راء جيم.
يقال ان اعطاه هذا الجزاء السيء لانه ما كان يبي احد يبني مثل هذا القصر، ما كان يبي سنمار يروح يبني قصر لشخص اخر. ويقال ان لاقى هذا الجزاء لسبب ان سنمار قال حق الملك النعمان ان هناك آجرة واحدة في البنيان كله، طابوقة واحدة في البنيان كله، اذا شلتها راح ينهار القصر كاملا، فعشان ما احد يعرف هذا العيب ايضا قتل سنمار. تعلم بهرام في الحيرة الرماية والحرب والفروسية والحكمة. وفي احدى الايام عثر في القصر على غرفة سرية فيها لوحات، سبع لوحات لسبع جميلات من بلدان مختلفة، وكلهم ينظرون للوحة لرسم في بهرام. مات يزدجرد، استولى على العرش خائن، حاربه بهرام وطلع من الحيرة ورجع لبلاد فارس وانتصر وانتزع تاج الملك من بين فكي أسد، أسدين مو أسد واحد، بين فكي أسدين. وبعد ما صار ملك أرسل في البلاد ليجدوا له أبناء الأميرات أو الجميلات السبع، ولمن يابهم وظف شداء تلميذ سنمار كان علشان يبني له قصر القباب السبع. زين، إذا نبي نناقش صاحبة قصة صاحبة القبة الحمراء تورانديوت، من وين جت مصادرها الرئيسية ومن وين استوحاها نظامي؟ أول اسم يظهر باسم بوران دخت، توران يعتقد أن هذا تحويل في الترجمة الأوروبية، الاسم الصحيح هو بوران. أول وبوران تعني ابنة صاحب الخيول أو شيء مشابه، ابنة صاحب الخيول. بوران صاحب الخيول، دخت يعني ابنة صاحب الخيول، دختر بالإيراني يعني ابنة. فأول اسم يظهر باسم بوران دخت يظهر في ترجمة ألف يوم ويوم، مو ترجمة ألف ليلة، إلا ألف يوم ويوم لبيتي دي لاكروا في فرنسا. وهناك اثنتين بهذا الاسم في هذه الترجمة. بوران دخت ابنة الملك خسرو الثاني، وبوران دخت ابنة الحسن بن سهل وزير المأمون وأخ الفضل بن سهل. ولاحقا أصبحت بوران دخت ابنة الحسن بن سهل زوجة المأمون، تزوجها المأمون. الثنتين يتسمون بالشخصية القوية، الذكاء، الشجاع. بوران دخت زوجة المأمون يعتقد أنها هي اللي أوحت لنظامي قصة صاحبة القبة الحمراء بسبب اللآلة، وراح نيجي حق الألغاز اللي انذكرت وموضوع اللآلة. في كتاب آخر أيضا قبل نظامي اسمه جوامع الحكايات، بس بتشيك على الرسال. تمام. في كتاب ثاني اسمه جوامع الحكايات لابن عوفي قبل أشعار نظام، يذكر فيها حكاية توراندوت والأمير خلف. في تلك الحكاية توراندوت هي ابنة إمبراطور الصين فغفور، اسمه إمبراطور الصين فغفور، كان عنده بنت اسمها توراندوت وقصتها مع الأمير خلف. هذه القصة سبقت صاحبة القبة الحمراء في هفت بيكار لنظامي. أما القصة في هفت بيكار مالت نظامي فهي كالتالي، الحين أقول لكم شلون التسلسل في هفت بيكار للقصة. صاحبة القبة الحمراء أميرة الصقالبة إيها بهرام يوم الثلاثاء فتحكي له هذه القصة. كانت هناك أميرة جميلة وذكية وهي ابنة ملك روسيا، تحب المعرفة والعلم وتقضي جل وقتها في المعرفة والاطلاع، وهي عازفة عن الزواج. تركت أبوها وقصرها لتعيش في حصن، الحصن محمي من طلسم أو سحر يحميها ويقتل من يحاول دخول الحصن. وضعت شروطا لكل من يريد الزواج منها، أن يكون نبيل وشجاع ويكسر حماية الطلسم ويجد معبر سري لدخول الحصن ثم يحل الألغاز اللي تطرحها على الأميرة.
وايد حاولوا لكن الطلسم قتلهم وعلقت رؤوسهم على بوابة المدينة. بالنهاية يستطيع أمير شاب أنه يفك الطلسم ويجد المعبر السري ويدخل الحصن فيدش في آخر تحدي اللي هو حل الألغاز. الألغاز في نظام هفت بيكار تختلف عن الألغاز في أوبرا بوتشين. اللي تسويه الأميرة هو أنها ترسل له أشياء، مو أسئلة، ترسل له. الألغاز كانت عبارة عن أشياء، ترسل أشياء وعلى الأمير أن يستوعب ماهية الأشياء ويرسل أشياء أخرى. يعني الغاز كانت غير شفهية. أرسلت الأميرة في البداية لؤلؤتين صغار من أقراضها، وزنهم الأمير، ثم أضاف لهم 3 لآلئ وردهم للأميرة. الأميرة تفحصت اللآلئ الخمسة ثم طحنتهم إلى غبار وخلطتهم بالسكر وأرسلت المسحوق هذا للأمير. الأمير بدوره وضع المسحوق في حليب وأرسل كوب الحليب اللي فيه المسحوق للأميرة. تشرب الأميرة الحليب ثم تجمع غبار اللآلئ وتوزنه فيساوي وزن اللآلئ الخمسة اللي أعطاهم إياه في الأول. بعدها تعطي الأمير خاتم يحطه على أصبعه، ثم يهدي الأمير الأميرة لؤلؤة كبيرة. الأميرة تخلع لؤلؤة مساوية كبيرة في الوزن من جيبها وتهدي الأمير اللؤلؤتين الكبار. الأمير يضيف حجر الفيروز للؤلؤتين الكبار ويهدي الأميرة اللؤلؤتين الكبار مع حجر الفيروز. الأميرة هني تحط اللؤلؤتين على أذونها وتلبس حجر الفيروز كخاتم وتعلم أن الأمير حل كل الألغاز، وبدل من أنه تعدمه راح تتزوجه. ثم تشرح الأميرة في نظام تراندوت مغزى الألغاز، هذه الإكسشينج اللي صار حق اللآلئ. اللي صار شنو؟ أن الأميرة أرسلت لؤلؤتين صغار كرمز للحياة المؤقتة. فهم الأمير ذلك فأضاف 3 لآلئ وردهم 5، يقصد أن عند النهاية كل شيء يتساوى، سواء عشت 100 سنة أو 200 سنة، عشت 3 أيام أو 5 أيام، كل شيء يتساوى عند النهاية. اللغز الثاني كان خلط السكر بغبار اللآلئ. السكر الغث الرخيص مقارنة بغبار اللآلئ راح يكون نفس الشيء، بس شلون تفرق بينهم؟ أذاب أضاف الحليب واستوعب أن هذا مسحوق من شيء ثمين وشيء رخيص، ذاب السكر وبقيت اللآلئ. المتع الرخيصة في هذه الحياة تزول بسرعة، ويبقى الأشياء الغالية والأشياء المهمة في الحياة تبقى راسخة. أعطتها الخاتم لتبدي موافقتها المبدئية على الزواج، رد عليها بلؤلؤة كبيرة يبين لها أنه هو الأفضل والأكثر استحقاقا للزواج منها، فأضافت لؤلؤة كبيرة لتبين له أن هي تظن أنها هي الوحيدة اللي تستحق. أعطاها حجر الفيروز إعلاناً منه أنه هو فهم موافقتها، وحجر الفيروز ليحميهم من الأرواح الشريرة أو من العين. فهذه هي تراندوت المذكورة في نظامي. تم ترجمة نظامي طبعاً إلى لغات متعددة. أول ظهور لتراندوت في المصادر الأوروبية قلنا في 1000 يوم لبتي دي لاكروا، ويعتقد أن مصدرها تركي. طبعا كتاب 1000 يوم لبتي دي لاكروا نشر في باريس عام 1710. بعد لاكروا كارلو غوسي كتب مسرحية بعنوان تراندوت وعرضت في فينيس عام 1762. بعدها فون شيلر الألماني كتب مسرحية أمير الصين وعرضها في ويمار عام 1800، بداية 1800. ثم عرضت كأوبرا تراندوت متى؟ عام 1926. اللي كتب أوبرا تراندوت أدامي وسيموني ولحنها بوتشيني. الأوبرا عرضت في ميلان عام 1926 بعد وفاة بوتشيني، وأكمل الأوبرا الفانو.
نتحدث الآن عن بوتشيني ترادوت. الأوبرا تدور أحداثها في الصين. هناك أميرة قاسية وذكية وبارعة الجمال اسمها ترادوت، وهي وحيدة أبوها الملك. رفضت الزواج إلا من اللي يحل الألغاز اللي تطرحها، واللي ما يحل الألغاز يلاقي الإعدام الفوري، يعني خلال يوم يومين يكون الإعدام. هناك ثلاثة ألغاز بالمجمل. الأمير اسمه خلف. الأمير خلف أمير تتري من آسيا الوسطى، يتم الاستيلاء على ملك أبيه تيمور ويجد نفسه مشرد ليتم نفيه إلى بكين. شخصية أخرى مهمة عندنا الملك تيمور، الأمير خلف ابن الملك تيمور، هذين المشردين الحين في بكين، تراندوت الأميرة وأبوها إمبراطور بكين. شخصية أخرى مهمة هي شخصية ليو الأمة، واللي كانت ترافق الملك المنحى تيمور أبو خلف. تيمور أبو خلف كان ما يسمع ولا يرى، فكان معتمد اعتماد كلي على الأمة ليو، وكانوا بايعين عن خلف. تبدأ الأوبرا بإعلان بوبولو دي بيتشينو، يا أهل بكين. الأمير الفارسي، كان في أمير فارسي، فشل في إجابة الألغاز الثلاثة وسيتم إعدامه غدا. يتجمع الناس في الميدان، وبالصدفة يلتقي الأمير خلف بأبيه الملك اللي كان مع ليو الأمة. يعني صدفة بين الجموع، الأمير خلف يلتقي أبوه ويلتقي ليو. بعد طول فراق يحدث لقاء وعناق وفرح شديد. في اليوم اللي بعده يجتمع الجموع والغوغاء عشان يشوفون إعدام الأمير الفارسي، وكانوا متعطشين للدم. لكن لما شافوا الأمير الفارسي كان غاية في الجمال، فطلبوا من الأميرة الرحمة. هني الأميرة خرجت من القصر وبكل برود أشارت لتنفيذ حكم الإعدام، فأعدم الأمير الفارسي. لما خرجت تراندوت رآها خلف، وكان فقير بين الجموع، كان سابق الأمير والحين مو أمير، فافتتن بها أشد فتنة وعزم على التقدم للزواج منها وإجابة الألغاز. تقدم بين الجموع، نصحها وزراء تراندوت الثلاث، عنده ثلاث وزراء، بينغ وبانغ وبونغ، نصحوه بأن يحافظ على حياته ويترك إجابة الألغاز. ليو الأمة كانت تحب حب كبير بس سرا، ما أفصحت بحبها، رجتها أن لا يفقد حياته. وتسمع بالأوبرا سينيور أسكولتا تقول له: سيدي استمع، اسمع. رفض أن ما يتقدم، وأوصى ليو بأبوه وإن ما لا تبكي. لما تقدم للقصر للإجابة على الألغاز، بدأت الجموع بحفر قبر الأمير خلف. دخل القصر، يستقبلها الإمبراطور وتراندوت، فتحكي له عن جدتها اللي حكمت الصين قبل 1000 عام، اسم جدة تراندوت الأميرة لولونغ، اللي رفضت الزواج وحكمت الصين إلى أن جاء أمير أجنبي واغتصب الملك منها واغتصبها. تقول تراندوت أن روح لولونغ حلت بها، وانتقاما لجدتها من الرجال أقسمت أن لا تتزوج. هني سألتها اللغز الأول، اللغز الأول في تراندوت بوتشيني: ما الذي يولد في الليل ويموت في الصباح؟ ما الذي يولد في الليل ويموت في الصباح؟ أجاب الأمير: إسبرانزا، الأمل. سألت السؤال الثاني: ما الذي يلمع أحمرا وحارا مثل اللهب لكنه ليس نارا؟ أجاب: الدم. ارتجفت وغضب التراندوت، فسألت السؤال الأخير: ما هو الثلج الذي يعطيك النار؟ أجاب الأمير خلف: إنه أنت، أنت الثلج الذي يحرق ويعطي النار، باردة كالثلج لكنك تثيرين نار الشوق في من يريدك. هني بدال ما تراندوت توافق على الزواج من خلف، ركضت إلى أبوها تمسك برجله وتقبله وتبكي راجية منه إن ما يزوجها للأمير خلف. الأب قال هذا يعني
قسم أقسمتي وخلف حل الغاز فيجب أن تتزوجينه. خلف لما شاف امتناعها قال لها أنا راح أعطيك فرصة أخيرة، أنا راح أعطيك لغزي لك، ولغزي لك هو أن تعرفي اسمي قبل شروق الشمس. إذا عرفتي اسمي قبل شروق الشمس فيحق لك أن تنفذ الإعدام فيني، بس إذا ما عرفتي اسمي فيجب أن تبري بقسمك ويتم الزواج. هني بالأوبرا تخرج تراندوت من شرفتها على أهل بكين وتقول نيسون دورما، نيسون دورما، لا أحد ينام الليلة في الصين حتى تجدوا اسم هذا الغريب. اعتقل الجنود، الجنود بحثوا وأحدهم وشى قال إن أنا شفت الأمير هذا أو الغريب هذا يحكي لهذه الأمة وهذا العجوز، فاعتقلوا الملك تيمور العجوز وليه لأن شافوهم يكلمون الأمير خلف. بدأوا بتعذيب الملك والأمة حتى يعترفون باسم الأمير. هني ليو ضحت بنفسها، خرجت وقالت أنا الوحيدة اللي أعرف الاسم ولا يعرف الاسم غيري، فاتركوا العجوز. فبدأوا بتعذيب ليو تعذيب شديد جدا. اتي تراندوت وتسأل ليو شو اللي يخليك تتحملين التعذيب علشان تحمينه وما تقولين اسمه، فأجابت إنه الحب. وقالت ليو حق تراندوت أنت جماد متثلج ومن دون إحساس. سرقت خنجر من أحد المعذبين وانتحرت علشان تحمي الأمير خلف، علشان ما تعرف تراندوت اسمه فتقتله. فكان هذه قمة في التضحية والحب في هذه الأوبرا. بعد ما قتلت نفسها تراندوت تحس بتأنيب الضمير، الجموع يحسون بتأنيب الضمير، ويأتي خلف للأمير خلف لتراندوت ويقول لها أنا اسمي الأمير خلف ابن تيمور، كلاف فيجليو دي تيمور، أنا خلف ابن تيمور، هذا اسمي. باكر الصبح إذا تبين تعلميني أنا حطيت مصيري بيج. خرجت في الصباح وقالت أنا عرفت اسمه، اسمه الحب، وتزوجته وانتهت هذه الأوبرا. فتشوفون الاختلاف بين أوبرا بوتشيني في تراندوت وما ذكره نظامي في الهفت بيكار. الاختلاف إن الرئيسي إن الغاز طبعا الغاز غير شفهية في نظامي تراندوت، بينما هي الغاز شفهية في بوتشيني. طبعا بوتشيني استند أكثر شيء على المصدر الرئيسي اللي كان جوزي وكذلك فون شيلر، ولكن أضاف حقائق أخرى أو عوامل أخرى في المسرحية، منها العرق، الجنس، الطبقة الاجتماعية، القومية، الحب، الانتصار، التضحية. ليو كانت عايشة بين الأمل والرجاء والحب، تراندوت كانت تمثل القسوة والأمل. يقال أن بوتشيني ارتبط أكثر ارتباط بليو في هذه الأوبرا. ليش؟ لأنه كان يدري أنه ما راح يكمل الأوبرا وأنه راح يموت قبل ما تنتهي هذه الأوبرا. كان يعني هي ريليتد حق ليو، أن الشخص ينتهي قبل نهاية القصة أو شخص يموت قبل نهاية القصة. فوايد ارتبط، قد يكون ارتبط بوتشيني لليو. كذلك هناك الكثير من المعاني السياسية اللي غيرها بوتشيني. من التغيير بوتشيني نفسه كان يؤمن وعنده مقولات سابقة مع أصدقائه ورسائل معينة تثبت ذلك، أنه كان يؤمن أن الجموع غير قادرة على اختيار القائد، الجموع غير قادرة على اختيار الأصلح، لا يمكنك تعليم الجموع وتثقيف الجموع. فاللي سواه أن الجموع في مسرحية جوزي كانت من المتعلمين، من الجنود، من الرهبان واليونوكس، أما الجموع في أوبرا بوتشيني كانت من المشردين اللي يسهل تغيير رأيهم بسرعة، اللي يسهل تغيير رأيهم بسرعة. فهذه بعض التغييرات
السياسية اللي قام فيها بوتشيني. أهم تغيير إنه وضع شخصية ليو الأمة في مسرحية كوزي، كانت هذه الشخصية لأميرة وليست لأمة، فأهم تغيير قام فيه بوتشيني، واللي يعتبر لذلك هو كان وايد مرتبط بالشخصية، إنه صنع شخصية ليو في توراندوت بوتشيني عوضا عن شخصية الأميرة في توراندوت جوزي. أيضا استحدث بوتشيني شخصية الجدة الملكة ليلون، وجعل الملك تيمور أب الأمير خلف لا يسمع ولا يرى. وزراء جوزي في مسرحيته كانوا من الشرق الأوسط، بينما وزراء بوتشيني بينج بونج بانج كانوا كلهم من الصين ومن بكين. هذه باختصار المحاضرة اليوم، أتمنى أن لاحظتوا فيها تناسق والتناسخ البشري من بوراندوت زوجة المأمون ابنة الفضل بن سهل اللي تحولت لتوراندوت أميرة الصين، بعد التناقل والتناسخ في ثقافات متعددة. غبار الياقوتة الحمراء اللي تكلم عنها نظامي، العالم بتراثه ياقوتة حمراء كبيرة يتناثر من هالغبار، ومن ذات المصدر يتم صنع المعرفة. قصة قد تكون ابتدأت من التراث العباسي والفارسي، تتحور إلى التركية ثم إلى الفرنسية ثم إلى الألمانية والإيطالية لتصل إلينا في أوبرا توراندوت. لا شيء يوحد البشرية والعالم مثل المعرفة، ولا شيء يفرقها مثل الجهل. شكرا لاستماعكم مرة ثانية، شكرا للسفارة الإيطالية والتكوين على هذه الفرصة وعلى هذه الفعالية الجميلة. تصبحون على خير.